لو هروح بقى ليك انت بشكل شخصي، فانت كنت احد اسباب ظهور العديد من المواهب اللي هي بتميز الكره المصريه حاليا للنور على الساحه. يعني مثلا لو قلنا محمد شريف، طبعا محمد شريف تحديدا يمكن هو كان اول اللعيبه بالذات خط الهجوم اللي من وادي النادي اللي يبقى يلعب ويبقى مؤثر في النادي. محمد شريف هو مواليد 95، فكان ما كانش معانا في الفريق الاول لظروف برضو. كان عندنا في الوقت ده أدودو الجباس، كان لعيب دولي، كان في منتخب مصر في الوقت ده. كان عندنا حسام عرفات، كان عندنا ستانلي، كان عندنا اسامي قويه جدا في خط الهجوم. وهو كان ناشئ، بعد ما خلص مسابقه الناشئين بتاعته مسابقه 95 المفروض انه خلاص هيمشي. فجه كابتن علي ابو جريشه، وده الدور المهم جدا اللي كان كابتن علي ابو جريشه عامله في النادي. هو ليه الفضل في تقريبا كل اللعيبه دي اللي طلعت وادي دجله من ناشئين وادي دجله للفريق الاول. فجه كابتن علي ابو جريشه، كان وقتها كابتن حمود الصيدي هو المتولي للفريق الاول، قال له احنا عايزين نظره للعيبه ديت بعين مختلفه عن مدربهم اللي اوريدي معاهم، اللي هو كان خلاص كان كتب تقرير ان الناس دي مش محتاجهم، الناس دي ما فيهمش حد ينفع الفريق الاول. فجي كابتن علي اقترح على كابتن حماده كده، كابتن حماده كلفني انا، وكنت كان في احمد فتح الله كان مساعد معانا، كان عندنا كابتن احمد حموده مدرب عام، وكنت انا وفتح الله مساعدين، وكان معانا احمد حافظ وقتها، كلفنا ان احنا نمرنهم. فنزلت مرتين في اول اسبوع، انا شفت لعيب متكامل عنده كل حاجه وفريق جدا. يمكن هو كان في ناس تانية برضو، لكن ممكن يعني كان في بسام وليد برضو كان الوقت ده اتصعد فريق اول، لكن كان اللي فارق قوي كان محمد شريف. قلت الكابتن حماده صدق الكلام ده، الراجل جابه مرنه معانا في الفريق الاول في نفس الاسبوع ده، شاركه مع ان احنا كنا فرقه قويه جدا وكنا ماشيين كويس جدا، كنا خامس الدوري يعني، كناش محتاجين لعيبه، لكن هو شاف في حاجه بناء عن كلامنا معاه. وبقى بعد كده بقى شريف اهم عنصر في وادي دجله في السنين اللي بعدها، لكن كانت بدايته مع كابتن حماده صدقي، بعد كده مع كالترون، واتباع في الفتره بتاعه كابتن ميدو. احمد عاطف برضو نفس الكلام. انت احمد عاطف بقى كان اوريدي انا اشتغلت معانا، اشتغلت في سيزون 2017 2018 مدير فني لفرقه 21 سنه. فكان في الجيل ده كان في لعبه، كان هو كان في فرقتين ضموهم مع بعض 97 و98، كانوا فرقتين فضموا فرقه واحده، فاخترت افضل العناصر، كان من ضمنهم احمد عاطف، محمد محمود، احمد سعيد، كان في لعيبه حتى تانية كملت في انديه تانية زي فيليكس ده في بتروجيت حاليا، اسلام هشام في بتروجيت، هادي رياض في بتروجيت، في احمد حجي كان راح الاتحاد السكندري وحاليا في استر، في ابراهيم عايش، بسام وليد، محمود مرعي، ومحمد رضا، محمد رضا بوبو اصغر منهم بس كان بيطلع يلعب معايا. السنه دي احنا في الدوري الناشئين ده احنا خدنا تاني جمهوريه بفرق نقطه عن الاول، واحنا اكتر فرقه تهديف واكتر فرقه واقل فرقه دخل فيها اجوال، يعني كنا عملنا سيزون قوي جدا، مع ان الجيل ده غني جدا في كل فرق مصر يعني. في الاهلي الفتره كان منافس، كان بيلعب وكانوا لعيبه اوريدي كبار يعني، كانوا اوريدي في منهم بيتمرن في الفريق الاول، احمد ياسر ريان مثلا في الاهلي، اكرم توفيق، احمد حمدي، هشام شعبان، جيل قوي جدا، السعداوي اللي هو في الجونه حاليا، كريم يحيى، يعني فرقه في الاهلي كان فرقه قويه. في الزمالك مثلا فتوح، كان رزاق سيسي بيلعب حتى بيشارك في بعض الماتشات، عمر صلاح حارس المرمى، كاماتشو، ميسي اللي حاليا بتاع الاتحاد السكندري، يعني كان الجيل ده قوي جدا، كان على كل مستوى انديه مصر. رغم كده الحمد لله قدرنا ناخد مركز تاني، وبقى اعتماد بقى ده الداعم الاساسي لوادي دجله في الدوري الممتاز.